أهلي وفاق سطيف كان أمام امتحان صعب في واحدة من أهم المباريات، وكان مطالبا بالفوز للابتعاد عن حسابات البقاء أو المغادرة، في حين كان وفاق سطيف معنيا بإثبات قدرته على التنافس مع الأوائل. وبداية اللقاء كان لصالح الزوار من خلال الاستحواذ على الكرة وخلق الفرص، منها كرة اللاعب دبيح الجانبية، لتمر 20 دقيقة بنتيجة بيضاء، إلى أن حلت الدقيقة 23 وحل معها افتتاح باب التسجيل للمحليين الذين عرفوا كيفية مباغتة حارس وفاق سطيف زغبة بهدف أمضاه اللاعب بن عياد. رد فعل زملاء القائد ربيعي كان ناقصا من ناحية الفعالية أمام رغبة رفاق القائد خالي التي كانت حاضرة، إذ استطاعوا مضاعفة النتيجة، وبطريقة جميلة بن عياد يتألق ويضيف الهدف الثاني بعد مجهود فردي قام به اللاعب بودا صاحب التمريرة التي جاء على إثرها الهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. الشوط الثاني دخلته عناصر وفاق سطيف بنوع من الانتعاش يتقدمها اللاعب دغموم، لكن الحارس خديريا أوقف الكرة. وفي الدقيقة 64 احتسبت لفريق اتحاد بالعباس ضربة جزاء بعد ارتكاب مخالفة على بن عياد من المدافع حشود إبراهيم، لكن بن عياد فشل في ترجمتها إلى هدف. وفي الدقيقة 69 العارضة ترد كرة لاعب سطيف بنوح. ما تبقى من عمر اللقاء لم يأتي بجديد، وفوز ثمين حققه اتحاد بالعباس، في حين قدم وفاق سطيف أداء غير مقنع. نتوقع صعوبة المقابلة صراحة في ظل الظروف يعني اللي كنا نخدموا فيها، غياب مدرب وكذلك يعني غياب